غير ما يغني سون فاسير الله يرحم والديكم، غير ما يسون فاسير الله يرحم والديكم. بسم الله سعيد ابو الحريري من دوار موزاز جماعه تيزينتاس اقليم تعلوزانت، كنتواجدوا في واحد الدوار اللي متضرر بزاف من حالات الجانب المادي وسميتو، وهاد الدوار هذا خاصو الافريشه هما اللي خاصو بزاف، الافريشه ما كاينينش، الناس مغطين من البارح يعني غير بشي حاجه اللي هي قليله وضرهم البرد، يعني كاين اللي كاع ما نعس حتى الصباح، وسميتو الافريشه ما عندناش، عندنا مشي ديال الافريشه ما كاينينش، الافريشه وسميتو الغيطان وداكشي الاغطيه وسميتو هذا هو المشكل، وعندنا مشي حتى ديال الديور، يعني كما كتشوف يعني كاين التدمير ديال الديور، خصنا التعويضات الا كاين يعني من جهه المسؤوله والمحسنين الله يجازيهم بخير يتعاونوا معنا، ويعني نديروا ثاني نجددوا ثاني هذا الشيء اللي ضايع علينا غير من واحد شويه وصافي. اما الازمه النفسيه راه كتبقى ديما، الازمه النفسيه راه كتكون ديما عند اللي مشى لهم المواد، وحتى حنا اللي مشاو لينا الضيور ديالنا، وكيبان الانسان كيفكر غير كيفاش غادي يدير الا داز هذا الشيء، واش يبقى هنا يعني يدير سميتو ولا فين غيمشي، الناس محيره هنايا وما لقى فاش غدير. كما قال شوف الضيور هنا ما كاينين فين الناس ينعسوا مازال، كما قال شوف راه الناس دابا عايشين غير سميتو فاكسينات هنايا وفي سميتو كما كتشوف هنا فين غيباتوا الناس، هنا فاش غيباتوا راه شي 3 ايام هادي من منذ يعني وقع الفاجعه، فاش وقعت الفاجعه الناس عايشين في الغيطان وسميتو كل عائله الا كاين سميتو الاكدينا وداك الشيء الافريشه بزاف، وسميتو الناحيه كما قلت لك الديور راه كما كتشوف هذا الشيء راه تم تدميره بشكل عام، يعني بمعنى على كلمه يعني ما كانش فين شي حاجه، ولا كان شي تعويض الله يجازيهم بخير يتعاونوا معنا. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.